في قوله تعالى في الآية التي ذكرناها ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف، الخوف مما يكون من ويش؟ من الماضي ولا من الحاضر؟ الإنسان دائما يخاف من يخاف من المستقبل، يقلق على المستقبل. فهذا إذا قلت رب إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تحزنوا على أمر سابق اللي مضى أغلق بابه وانتهينا منه، ولا تحزن عليه، ولا تدري ما هي الخيرة التي اختار الله لك سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا فاته أمر حزن وضاق صدره، والله سبحانه وتعالى يقول لئلا تأسوا على ما فاتكم، لئلا تأسوا على ما فاتكم، يعني اللي فاتك ما لك ولا كتب لك، وربما أن الله سبحانه وتعالى اختار لك الأفضل وأذهب عنك هذا الذي أنت لا تعلم والله يعلم. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله سبحانه وتعالى يعلم هل في هذا الأمر الفائد خير لك أو شر لك، فأنت ارضى بما قسم الله لك، فلا تحزن على الماضي ولا تقلق على المستقبل، لأن المستقبل بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى.